الأستاذ مجدي الجلاد كان في يوم من الأيام بيتحضر لك فضيحة أخلاقية كبيرة جدا. أكتر مرة مظبوط، بس يمكن دي أبرزهم. في مرة مع يعني وصيتها انتشر جدا في السوق. أنا عايز أعرف المرحلة دي كانت أيام المصري اليوم ولا كانت أيام الوطن؟ أيام المصري اليوم. أيام المصري اليوم. أيام المصري اليوم. إيه اللي حصل؟ سنة 2009. إيه اللي حصل؟ باختصار، لأن يعني ما بحبش أخوض في المواضيع دي كتير، يمكن جالي تليفون بإلحاح، ساعات ربما أكون مشغول ما بردش على التليفون أو الكلام ده، فلقيت إلحاح شديد ورسالة أنا محتاجة مساعدة من حضرتك. طبيعي زي ما بيحصل معنا كلنا وزي ما بيحصل معاك. بنت بعتت لك رسالة على التليفون بتقول لك أنا محتاجة مساعدة وعندي مشكلة كبيرة جدا، سيدة. أمي عندها مشكلة كبيرة، والدتها عندها مشكلة. فرديت عليها قلت لها تحت أمرك ابعتي لي الأوراق والكلام ده، قالت لا عايزة أقابل حضرتك والكلام ده وكده، لأن المشكلة كبيرة ودي مساعدة وده دورك لوجه الله. قلت لها طبعا ده دور، اتفضلي. فشرفتني في المكتب، فبدا الأمر منذ اللحظة الأولى إنه في حاجة مش طبيعية. انا 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 كمجدي بدماغي كده حسيت ان في حاجه مش طبيعيه. ازاي بتتعامل بطريقه مش طبيعيه؟ البنت لبسها طريقه الحاجات دي لبسها ايه؟ كانت لبسها مفهوم يعني لبسها ايه؟ درس يعني استنى بس قصير تقريبا يعني فحسيت ان في يعني ان مش هي مش يجي في مكان شغل يعني ده يمشي دي مش جايه عشان تطلب خدمه، دي جايه عشان حاجه تانية. ففهمت من اول مره، فانا لا شكيت بس قلت ممكن استغل حياتها كده. أنا حكيت لي على مشكلة، اللي وقفني إن في نقطة مش منطقية في المشكلة اللي بتحكيها لي عن مامتها. إن مامتها محتاج إن أنا أتوسط لها عند محافظ الجيزة بالتحديد، وإنها ساكنة في الجيزة عشان شقتها كذا وكذا وكذا وهي معاها الحق. فأنا في أول لحظة قلت لها شوفي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتواصل مع أي مسؤول، بس دايما بقول له كلمة واحدة بس، لو الشخص ده له حق اديهوله، ملوش حق يشرب قهوة ويروح. حق بالقانون يعني. أيوه. فقلت لها في هنا ثغرة هنا أنا مش فاهمها. فحاولت تجيبها كده وكده، فالمهم قعدنا حوالي ساعة وشوية نتكلم. وبعدين فوجئت بيها، قامت وقفت. فقالت لي ممكن أستأذن؟ قلت لها براحتك حضرتك تتفضلي، بس يعني أرجو إنك أنت تسدي لي الثغرة دي عشان لما أكلم الراجل ده محافظ يعني وزير، يبقى انا عارف انا بعت له حاله ايه والكلام. أيوة بس ده ليه حابه تستاذن فجاه كده؟ ما انا جاي لك اهو. فقالت لي، قلت لها فمشيت كده، سلمت عليها وماشيه كده، وبعد كده راحت راجعه تاني قالت ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قلت تحت امر. تطلب ايدك؟ لا ده ست طلعت كويسه يعني في الاخر. قالت لي ممكن تنسى خالص انك شفتني وتنسى تماما الكلام اللي حصل بينا وبين بعض. قلت لها حاضر، بس ليه؟ بس ما لحقش حاجه تحصل بينكم يعني؟ لا هي واضح ان في حاجه جواها ضميرها صحي او حاجه. هي قالت لي كلمه واحده، قالت لي انا لقيتك شخص كويس جدا وبتتكلم معايا بشكل انساني وعايز تساعد فعلا. فانساني لان انا كنت جايه لك. حد زقني عليك؟ مين بقى اللي كان بعتها؟ مين زقها عليك؟ قلت لها، قالت لي اقسم بالله، كان انا على مكتبي دايما المصحف، راحت عدت على المصحف قالت لي ما اقدر اقول لك لكن انا جايه لك. بس برضه فده ده 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 يعني ده. ماشي، طب هي كانت جايه لك ليه؟ كانت جايه لك ليه؟ مش بتكلم على المشكله اللي جت حكيتها، علشان اي فضيحه يعني اللي هي كانت هتعملها، الفضيحه اللي كانت هتعملها ما اعرفش. ما يعني مش يعني اعتقد يا اميره انك انت اذكى من انك تسالي السؤال ده، اكيد اصطياد يعني. حطيت رجل على رجل قدام مين؟ حطيت رجل على رجل في وش مين؟ لا 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 لا، ما بقصدش انا اعمل ده خالص. لا لا لا، في وش شخص ذو نفوذ سابق كبير. سابق ولا حالي؟ سابق. حطيتش رجل على رجل في وشه وقال لك احنا بنحترمك؟ اوكي. في يوم انا فهمت انت قصدك على مين.
اصل خلي بالك ده 35 سنة يعني. ما كتير ماشي. ما الاسرار على فكرة اسرارك مش هتكفي في حلقة. أوكي. اسرارك عايز 10 حلقات. انتوا انا اعرفش احنا اخترنا كم سر بس كده. انتوا بتجيبوا حاجات كم سر طيب. بس كده. اوكي اوكي طيب. السيد صفوت الشريف. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع طبعا. كان احيانا كده يقول لي ما انت ما بيكلمني يقول لي انت ما بتعديش ليه ما بتعديش تشرب قهوه معايا ليه مش انا ابوك لا اكيد عايز حاجه بيبقى عايز حاجه بيبقى ما بتعديش تشرب معايا قهوه دي يعني عايز حاجه اول ما يجي لي التليفون وهو رئيس مجلس الشورى بقى لما بقى له كمان خلى مجلس الشورى حاجه تانية انت فاكره هو شخصيه قويه فكان جدا وكان بالتالي مجلس الشورى هو الملك للصحافه في مصر كان القديم ف مش انا ابوك وابو الصحفي ما تعديش تشرب معايا قهوه ليه؟ بكره الساعه كذا تعالى اشرب معايا قهوه. فاعرف ان في حاجه. فادور على المصايب اللي انا ناشرها وكذا، المهم. فاروح اقعد معاه. طبعا قعده كلها لطف وكل حاجه، في راجل سياسي يعني من الدرجه. مش هيقول لك هو عايز ايه غير وحضرتك ماشي. وانت ماشي على الاسانسير هي دي طريقته. على فكره مختلفه او متفقه معاه هو كان سياسي عبقري. اكيد اختلفنا معاه في حاجات واتفقنا. تمام. فقاعدين والكلام ده وكده فقال لي في وسط الكلام يعني قبل ما يقول ايه المشكله او هو طالبني ليه او احنا نصرنا ايه فقلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال قال لي ايه قلت له هو ليه بعض الاجهزه في مصر مش بتحبني فقال لي شوف اللي انت قلته ده حقيقي معظم اجهزه الدوله لا تحبك طبعا مقصود بالاجهزه معروف ولكن بتحترمك فقلت له اوكي ده الاحترام ده انا 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 مش عايزهم يحبوني بس انا الاحترام ده عندي اهم حاجه في الدنيا كلها كده كويس جدا تمام فراح معتدل كده في جلسته وقال لي انت بقيت مغرور قلت له لا هو قال نفس التهمه دي قلت له لا هو الحب ده مش في القلب قال لي قلت له اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربنا القلب ده مش ملكي فبالتالي انا مش هطلب المستحيل الحب ده هم مش حابيني او فلان ده مش حاببني لكن اقل حاجه الاحترام فانا بحترم الناس فعايزها تحترمني بس فالواقعه دي هو حكاها بقى الله يرحمه لصديق عزيز يعني كان اكبر مني يعني كان بالنسبة لي وعايش لسه فحكى له وقال له يعني ده جاوبني إجابة غريبة ده صفوت الشريف بقول له مجدي جاوبني إجابة غريبة جدا قال له إيه قال له أنا مش عايز حب أنا عايز احترام فقال له ده غرور فصاحبي ده صديق قال له لأ خالص طب هو هيجبرهم إنهم يحبوه مش هيجبرهم فبالتالي الاحترام ده بين طرفين هو بيضع حدود للتعامل